تجهيزات رمضان على الأدوات المنزلية وأواني المطبخ وأواني الضيافة في تخفيضات العائلة. هنشوف أطقم حلل جرانيت، حلل ضغط، هنشوف برضو أواني منزلية، صواني فرن. ده أصلا دي بس قوي، دي بخمسة، ده قالب كيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد على قناتي تغطيات قناة الهنا، الفيديو عروض تخفيضات العائلة على الأدوات المنزلية. الأسعار بتبتدي من 5 ريال. في بقى الشوك والمعالق، دي أطقم معالق وشوك، جت من شوكة بخمسة، في بخمسة، في بقى الستانلس دول أطقم كتير قوي زي الأطقم دي كده، ومعالق شاي وشياكة قوي، ومعالق أي طقم من دول بخمسة، معالق شاي بقى الطقم فيه 6 حبات. شايفين اشكال الشياكة ازاي؟ والله يا بلاش، على فكرة بخمسة. كمان خامة الستانلس بتاعت 12 حبة حلوة، 12 حبة بقى الطقم ده فيه 12 حبة. دي مجات بورسلين، مجات بورسلين بخمسة، أي مج من دول بخمسة. في بقى البراد ده ب24. بكام دي؟ في بقى كوبايات الشاي دي والفناجين، في الكوباية الشوب دي بخمسة، 75. في بقى طقم الفنجان بالطبق ده برضو بخمسة. دي كلها بقى كوبايات العصاير، في أطقم كاملة وفي كوبايات لحالها، في منهم 3 حبة أو 5 حبات. دي ب5 ريال برضو، دي حبة واحدة، الحبة الواحدة بخمسة، جميلة برضو. دي الحبة الواحدة بخمسة، 5.75. في بقى البايركس دول بخمسة. دي ده طقم فناجين مكتوب عليه الهلال اهو، رمضان جميل قوي اللون الذهبي ده، برضو ده مكتوب عليه رمضان كريم. ده بكام؟ ده ب29، في 12 فنجان قهوة. في بقى عصارة الفواكه، دي عصارة فواكه يدوية ب29، يعني مثلا ممكن عصير البرتقال، بس يعتبر سعرها حلو على فكرة. نشوف بقى صواني الفرن وصواني البيتزا والكيك، صواني الكب كيك، صواني البيتزا دي ب21. دي بقى صينية الكب كيك الصغيرة دي بخمسة. هنا بكام؟ ب11.5، 21. في بقى صواني دي بس خفيفة قوي، دي بخمسة، ده قالب كيك. في بقى قوالب الكيك دي، ده ب11.5. دي اطباق جرانيت ب13. دي كلها بقى صواني كيك، صواني بيتزا. في صينية البيتزا دي نيوفلون، ب29. دي قوالب كيك ب9. في بقى الطاسة الستانلس دي الغطا بتاعها بايركس، دي طاسة 37، دي طاسة ستيل ب37. في بقى هنا ب89. نشوف بقى اواني الضيافة، الترامس، ترامس القهوة والشاي. في ترامس بقى ب29، ب59، ب53، في حبتين مع بعض ب76، ب86. الاسعار صراحة تعتبر عندهم معقولة اوي. في ترامس القهوة والشاي من السيف كتير اوي، عندهم تشكيلة كتيرة جدا من ترامس القهوة والشاي. يعني كل دي بقى اشكال ترامس جديدة منزلينها. في بقى هنا ب79، 73، 64، 2 ترمس. في بقى الدلات كمان اهي، ده ب89، ده ب89، ده عليه عرض كله 55. كام الفضي ده؟ على 39. 39؟ دول ب 39. طيب ده بكام ده؟ ده
طقم 169 169 دي طعم على بعض 169. لا بص في بقى الدلات دي صواني اللي هي تقديم الحاله دي ب 59 89 في الصواني دي صواني تقديم الحاله 69 ودي 67 في الشياله دي كام دي؟ دي كم دي؟ 45 ب 45 دي دورين على فكره دي كم دي؟ دي ب 45 نشوف بقى أطقم الحلل الجرانيت محمد شوف برضو الطقم ده شو اللي سمحتي ده على عرض ده ب 279 ده طقم جرانيت تركي ده 14 قطعة ده ب 269 ده 14 قطعة في بقى طقم التيفال ده ب 229 ده 8 قطع في بقى طقم الحلل ده طقم حلل سيراميك ب 269 شوف بقى كدور الضغط ده كدور ضغط جرانيت شوف كده برضو ده ب 139 ده كام لتر ده؟ ده ب 119 دي 119 5 لتر في بقى الكدور الضغط الجرانيت دي ب 155 ب 9 لتر في ب 119 دي مقاس 4 وكام؟ 24 7 لتر هي دي دي بقى دي كام؟ دي ب 199 ب 172 بكده خلصت جولتنا النهارده عروض تجهيزات رمضان في تخفيضات العائله على الاواني المنزليه واواني الضيافه اطقم الحلل ان شاء الله الفيديو كان عجبكم اذا عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش حبايبي اشتراك ولايك وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديده مع السلامه.